السلام عليكم. كده عايز اتكلم شويه اكتر او ادي شويه نوتس اكتر عن المالتي فاريت نورمال ديستريبيوشن، بس المره دي النوتس دي مش اكسترا ولا حاجه، المفروض نكون عارفينها عادي. طيب نرجع تاني للبي دي اف بتاعت المالتي فاريت نورمال ديستريبيوشن. كنت واصل ان probability of x equals 1 على 2 باي باور دي اوفر 2 في 1 على determinant بتاع سيجما باور نص في e باور نيجاتيف نص x vector ناقص mu vector transpose sigma minus 1 x vector ناقص mu vector. حلو؟ جميل. الحقيقة احنا شغالين في classification او في البيز رول، اللي احنا نرسم له probability بالشكل ده بيكون ال conditional probability given class او بيكون likelihood. ف probability of x given some class equals الكلام ده، زي ما كنا بنعمل في single feature case، يعني كان دايما يكون عندي probability of x given omega عبارة عن some Gaussian كده وsome Gaussian كده، بيكون دول likelihoods وبضربهم في priors وحاصل الضرب ده هو اللي بيحدد لي هكلاسيفاي بناء على انهي class. طيب فنفس الكلام، انا محتاج ال conditional probability دي. طيب عايز ابص شوية على الراجل ده. الراجل ده عموما عبارة عن مالتي فاريت جاوسن ديستريبيوشن شبه دول كده، يعني دي رسمه جايبها من كتاب بتاع الباترن كلاسيفيكيشن بتاع دودا وهارت. رسم لك هنا جاوسيان مالتي فاريت جاوسيان في 3 دي ومالتي فاريت جاوسيان في 3 دي عشان مش بعرف ارسم في 3 دي. فدي ده الشكل العام للمالتي فاريت جاوسيان. هنلاحظ ان هو له سبريد معين في دايركشن وسبريد في دايركشن تاني العمودي عليه و زاويه معينه، يعني في الاخر له زاويه معينه. طيب لو انا عندي واحد زي الراجل ده اللي هو الراجل اللي فوق ده اللي هو الرمادي ده وانا حبيت اجنريت بيه شويه بوينتس، هلاقي ان البوينتس الاين في الاتجاه ده غالبا، يعني هتلاقي ان البوينتس ماشيه تبع الدايركشن ده لو انا عايز حاجه كده، صح؟ وهلاقي ان المفروض نظرا لان الارتفاع ده هو كايند اوف البي دي اف او الدنسيتي فانكشن، فده معناه ان كل ما قيمه الارتفاع بتاع الفانكشن دي اعلى كل ما احتماليه تواجد البوينت في الريجن دي البوينتس في الريجن دي بتزيد. وبالتالي انا كايند اوف عندي التالي، عندي اهو الزاوية هحاول ارسمها لو انا بص من فوق كده، هلاقي عندي بوينتس كتير متمركزة حوالين المركز حوالين المين بتاع الديستريبيوشن بتاعي، وده كلام منطقي. وكل ما ابعد البوينتس تركزها بيبدا يقل يقل يقل، بس لسه موجود، وهكذا ابعد اكتر التركز يقل اكتر وهكذا. فاذا اغلب البوينتس متركزة حوالين المين، وبعد كده كل ما ابعد كل ما تركز البوينتس بيقل، وده منطقي من الارتفاع بتاع الجاوسيان اللي عمال يقل مع الوقت. طيب الحقيقة ده بيقول لي حاجة ظريفة، بيقول لي ليه أو بيديني إنديكيشن شوية ليه المالتي فاريت نورمال ديستريبيوشن ده مستخدم في أبلكيشنز كتير، أو ليه نقدر نموديل بيه داتا كتير. إحنا كمان شوية هنتكلم عن الماكسيمم لايكليود استيميشن، وهنشوف إن إحنا من خلال شوية بوينتس نقدر نستنتج الكيرف عامل إزاي، أو نقدر نستنتج البارامترز الكوفاريانس ماتريكس والمين بتاع الكيرف عامل إزاي. بس ليه المالتي فاريت نورمال ديستريبيوشن دايما بيكون مستخدم كتير؟ قال لك لأن هو ناتشرال، هو نورمال او ناتشرال شويه. فبيقول لك هي مثلا ابلكيشن زي الديجيت كلاسيفيكيشن، هاند ريتن ديجيت كلاسيفيكيشن، بيقول لك ان انت مثلا علشان تكلاسيفاي رقم زي ده ان هو 2، ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك ان انت غالبا عندك سم ستاندرد فورم للاثنين المفروض يدوا ازاي، يعني الاثنين عامل كده خلاص، ده كده الستاندرد فورم. حلو. بعد كده الناس تكتب الاثنين بشكل مختلف، تلاقي مثلا واحد كاتب الاثنين عامله كده، واحد كاتب الاثنين عامله كده، واحد يطول شويه كده، حاجات زي كده يعني، صح؟ فكل دي بوينتس كلها او كل دي يعني تريننج اكزامبلز مختلفه او اكزامبلز مختلفه يعني، بس كلهم شبه ده، كلهم شبه اللي ممكن نسميه التمبلت بتاعهم. فانا عندي تمبلت وبقيه الحاجات كلها شبهه جدا بس with some variations. فقال لك الجاوسيان بيعمل نفس الكلام بالظبط، انت تقريبا كل البوينتس دي او اغلب البوينتس متمحوره حوالين المين، فكان المين ده هو التمبلت بتاعي، هو اللي هو الستاندرد فورم، او هو الموديل اللي هو الحاجه اللي كلنا نفسنا نبقى شبهها. بس في الاخر في شويه نويز بتحصل، في شويه اختلافات بين الاكزامبلز بتحصل، وبالتالي بيبقى في شويه فاريانس اراوند المين. فنظرا ان دي حاجه فكره بتتكرر كتير في ابلكيشنز كتير، بنلاقي ان الجاوسيان بيقدر يوصف الكلام ده بشكل ظريف يعني. المهم نفتكر بقى حاجات من اللي اتكلمنا عنهم ساعة ما نتكلم عن البي سي اي او في نيورال نتوركس. لو حد مش فاهم الكلام ده هيشوفه في البلاي ليست اللي اسمها سيلكتد توبكس ان ماثيماتكس، بشرح البي سي اي بالتفصيل. طيب عايز افتكر ايه بقى؟ عايز افتكر حاجه ان انا عندي شويه بوينتس كده وفي اتجاه لسام ماكسيمم الونجيشن. كنا اثبتنا بتفصيل ممل ان الاتجاه بتاع الماكسيمم الونجيشن ده بيكون اتجاه الايجن فيكتورز اوف الكوفاريانس ماتريكس. عندي سيجما ليها ايجن فيكتورز، هيكون ده هو اتجاه الفيرست ايجن فيكتور E1، وده هو اتجاه السكند ايجن فيكتور E2. دي ملحوظه من عايزين نفتكرها. تاني حاجه ان الفاريانس في الاتجاه ده
بيساوي الايجن او يعني بيساوي الايجن فاليو بتاع الكوفاريانس ماتريكس. فالفاريانس في الاتجاه ده بيساوي الايجن فاليو بتاع الكوفاريانس ماتريكس نفسها. حلو، فدي معلومات محتاجين نفتكرها كويس. طيب نرجع بقى لحاجه ظريفه. لاحظوا ان انا لما حاولت ارسم المالتي فاريت جاوسيان ديستريبيوشن جبت صوره. ليه؟ عشان مش بعرف ارسم في 3D. طيب هلاقي ان احنا كتير بنحتاج نتعامل جرافيكالي مع الحاجات واحنا مش عايزين نرسم في 3D، فبنضطر نلجا لفكره كده ظريفه ان انا بدل ما ارسم الكيرف نفسه برسم حاجه اسمها الكونتور لاينز. الفكره بكل بساطه التالي، انا كاني هبص على الكيرف ده كده من فوق وارسم لاينز تكوريسبوند للايكوال فانكشن فاليو. يعني مثلا هتلاقي ممكن ارسم هنا ايه عند نفس الارتفاع ده قيمه الفانكشن، فممكن تلاقي انا اقدر ارسم اليبس كده عند الارتفاع ده، عند ارتفاع معين. وفور كل فور اول فاليوز اوف اكس اند واي اللي واقعين على الاليبس ده، لو انا بص من فوق دلوقتي ده اليبس كده ايه افقي، فانا بص من فوق فور كل البوينتس اكس واي اللي واقعين على الكيرف ده قيمه الفانكشن ثابته، فبنسميهم ايكوال بروبابيلتي دينستي لاينز، ايكوال بي دي اف لاينز او وات ايفر يعني. طيب هلاقي ان انا ممكن اعلى شويه وارسم كيرف تاني، طبعا برضه هيكون اضيق شويه عشان انا بقرب ناحيه القمه، فبرضه ده قيمه البي دي اف عنده برضه كيرف اوف ايكوال فاليو، يعني ايكوال فاليو للفانكشن، بس ايه الفاليو دي اعلى شويه من الفاليو الاولانيه. اطلع فوق خالص كده هلاقي كيرف صغير كده تاني، كل قيم اكس وواي اللي واقع على الكيرف ده لو بص من فوق هترسمني الراجل ده. فبالتالي بقدر ارسم الجاوسيان ده من خلال رسم الكونتور لاينز. فمثلا الجاوسيان ده برضه هرسمه حاجه شبه اللي انا رسمته تحت، هرسمه بشكل تاني. هرسم مثلا لاين كده واقول يا جماعه كل البوينتس اكس واي اللي على اللاين ده قيمه البي دي اف عندهم مثلا بخمسه، واحنا عارفين البي دي اف ممكن تكون اكبر من واحد عادي مفيش مشكله. طيب وانا ارسم لاين تاني واخد نفس الزاويه طبعا، اقول يا جماعه كل البوينتس هنا قيمه البي دي اف عندها مثلا ثلاثه، هنا قيمه البي دي اف بتزيد، القيمه بتزيد ان هو جاوس يعني، فقيمه البي دي اف هتكون سته مثلا، هنا قيمه البي دي اف اربعه، قيمه البي دي اف خمسه سته سبعه ثمانيه مثلا، بيزيد مع الوقت ان الجاوس يعني بيكبر في النص. المهم انا برسم الكونتور لاينز دي واكتب جنب كل كنترول لاين قيمته مثلا 5 4 برضه انا مصر ان هو بيقلوا ليه، هم بيزيدوا 6 7 8 مثلا. فده بيخليني اقدر اتعامل مع الرسومات في 2 دي احسن من غير في 3 دي عشان مش بعرف ارسم في 3 دي، فدول بيكونوا الكنترول لاينز. طيب احنا عارفين بشكل ما ان الايلونجيشن في الاتجاه ده في الاتجاه الكبير ده ايكويفالنت او يعني بيعتمد على الايجن فاليوز اوف الكوفاريانس ماتريكس الكورسبوندنج للايجن فيكتورز، وهلاقي ان انا عارف الدايركشن ده هو اتجاه الدايركشن بتاع الايجن فيكتور الكوفاريانس ماتريكس. طيب الكلام احنا عارفينه من الديريفيشن القديم بتاع البي سي اي. طيب لو انا عايز ابص على المعادله دي بس واحاول اجيب معادلات الكيرفات دي، معادلات الكونتور لاينز دي، فانا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اخد المعادله بتاعتي دي بتاعت المالتي فاريت جاوسيان واسويها بقيمه كونستانت، انا عايز اجيب ايه هي قيم الاكس فيكتور اللي بتخلي البروبابيلتي دي مثلا كذا ار او قيمه كونستانت معينه. فانا عايز اخد الراجل ده كله عشان اجيب الايكوال فاليوز كيرف او ايكوال بروبابيلتي كيرف، صغرها كده شويه واسويها بسام كونستانت خليه بالابيض سي، اي كونستانت انا عايزه 2 مثلا 3 4 اي حاجه. طيب عايز اسولف الايكويشن دي، فابسط حاجه ان انا اخد لين للطرفين. لما اخد لين للطرفين هيبقى لين ده بلس لين ده بلس لين ده، هيبقى عندي هنا لين الاخير هيبقى نيجاتيف نص اكس ناقص ميو ترانسبوز سيجما ماينس 1 اكس ناقص ميو هيساوي لين سي ناقص لين الاولاني ناقص لين الثاني، صح يعني ناقص لين 1 على 2 باي باور دي اوفر 2 ناقص لين 1 على ديترمنت بتاع الراجل ده باور هاف. حلو، بس كل حاجه كل الحاجات دي نون، يعني ده نون الكوفاريانس ماتريكس نون بالنسبه لي، انا المفروض انا عارف الديستريبيوشن دلوقتي وبحاول اشوف البوينتس عامله ازاي، فكل الحاجات دي نون، ففي الاخر دول كلهم عباره عن كونستانتس، اعرف اضربهم في نيجاتيف نص يبقى كونستانت برضو، وبالتالي هلاقي المعادله اكس ناقص ميو ترانسبوز سيجما ماينس 1 اكس ناقص ميو ايكوال سام كونستانت كي اللي هو الكومبينيشن اوف كل الكونستانتس دي. فبالتالي واضح ان شكل الكيرفات شكل الكونتور لاينز او الكونتور لاينز دي اللي هي الايكوال بروبابيلتي لاينز او ايكوال دينستي لاينز لازم يحققوا المعادله دي. طيب المعادله دي اصلا معادله ايه؟ الحقيقه الفورم ده اسمه كوادراتيك فانكشن او كوادراتيك فورم.
الكوادراتيك فورم اللي اتكلمت عنها بالتفصيل قبل كده في كورس في بليس لينير الجبرا، وانا بتكلم عن البوزيتيف ديفينيت ماتريسيز، هتلاقي في سيكشن كده عن البوزيتيف ديفينيت ماتريسيز اند كوادراتيك فورمز. والحقيقه ده كلام مهم يعني، وهنحتاج له كذا مره واحنا ماشيين. بس انا دلوقتي هقول شويه معلومات عن الموضوع، اللي عايز يعرف الحاجات دي جت منين يشوف الجزء ده من الكورس بتاع لينير الجبرا او كورس بتاع يوديمي او في البليس لينير الجبرا يعني. طيب باختصار كده، كنا عنا نتكلم في الكورس بتاع لينير الجبرا عن حاجه على الفورم ده اكس ترانسبوز AX، وكنا وصلنا لنتيجة هناك ان لو ال A دي positive definite matrix فالquantity دي دايما لازم تكون موجبة. يعني ايه positive definite matrix؟ positive definite matrix يعني matrix ال eigenvalues بتاعتها كلها اكبر من الصفر، كلها قيم موجبة، كل ال eigenvalues موجبة. طيب انا ليه مهتم بالpositive definite matrices؟ ان اساسا هنا الcovariance matrix دايما positive semi definite، الايجن فاليوز بتاعت الكوفاريانس ماتريكس يا اما موجبه يا اما موجبه او صفر، يعني ممكن تكون فيها اصفار. احنا هنليمت نفسنا للكيس بتاعه الكوفاريانس ماتريكس موجبه، ان الحقيقه لو الماتريكس الكوفاريانس ماتريكس ليها ايجن فاليوز بصفر فالديتيرمنت بتاعها بصفر، وبالتالي هتكون سنجولار ماتريكس، وبالتالي مش هيبقى لها انفرس، وبالتالي هنلاقي الكلام اختلف قوي. فانا دلوقتي بتكلم في الكيس الطبيعيه خالص ان الكوفاريانس ماتريكس لها انفرس، دي اللي انا الكيس اللي انا مهتم بيها دلوقتي. في الكيس ان الكوفاريانس ماتريكس لها انفرس هتبقى الماتريكس سيجما دي بوزيتيف ديفينيت ماتريكس، وبالتالي الاكسبريشن ده دايما هيكون اكبر من صفر، وبالتالي انا عارف ان الكي دي لازم تكون قيمه موجبه. حد يقول لي بس خد بالك انت كده بتضحك عليا، انت بتقول ان الكوفاريانس ماتريكس الايجن فاليوز بتاعتها موجبه، دي الانفرس بتاعت الكوفاريانس ماتريكس. اقول لك لا، بس احنا عارفين معلومه بتقول ان الايجن فاليو بتاع سيجما ماينس 1 بيساوي 1 على الايجن فاليو بتاع سيجما. الكلام ده كان بديهي شويه لان احنا او مفهوم يعني، لان انا في الاخر بقول التالي، بقول لو الماتريكس سيجما تعرف الايجن فاليو اصلا ان سيجما او اي اكس يعني ايكوالز لامدا اكس، مش كده؟ فانا بقول ان لو الماتريكس سيجما ابلايد على سام ايجن فيكتور اكس هتعمل له الونجيشن بمقدار لامدا. حلو، الانفرس بتاع الماتريكس لازم يعمل العكس، فلازم الماتريكس سيجما ماينس 1 لما توبريت على نفس الفيكتور اكس تعمل له شورتنينج مقدار لامدا برضو، اللي هو كان تضربه في واحد تعمل له سكيلينج مقدار واحد على لامدا. ده تعريف الانفرس اساسا. وبالتالي لو الايجن فاليوز بتوع سيجما كلهم موجبين فالايجن فاليوز بتوع سيجما ماينس 1 كلهم موجبين. المهم تعالى نرجع نتكلم بس على الكواليتيك فورمز نفسهم بغض النظر عن الكوفاريانس ماتريكس دلوقتي. كنت بقول ان الشكل ده دايما موجب، كنا برضو شفنا ساعتها واثبتنا ساعتها في لينير الجبرا ان الشكل ده لما يكون الشكل ده اكبر من زيرو، يعني مثلا نقول x ترانسبوز ax equals 1، دي الستاندرد فورم. الحقيقه دي معادله اليبس لو الاكس فيكتور ده في 2 دايمنشنز، او اليبسويد ان جنرال لو انا في 3 دي. الاليبسويد حاجه زي البيضه كده، فدي معادله اليبسويد، او هايبر اليبسويد في الهاير دايمنشنز اكتر من كده، فدي كده معادله تحديدا اليبس. الكوادراتيك فورمز ان جنرال ممكن يكون اليبس، ممكن يكون مثلا حاجات زي كده اللي هي الهايبربولا تقريبا او بارابولا او ايا كان، كل دي صور مختلفه للكوادراتيك فورمز انكلودنج لاينز حتى. يعني ممكن يكون عندي لو قلت لك معادله مثلا اكس تربيع ايكوالز واي تربيع، فدي عباره عن اكس ايكوالز بلس اور ماينس واي، مش كده؟ فدي معادله تو لاينز عاملين كده، فده برضو سم كوادراتيك فورم. بس لو اكس ترانسبوز اي اكس بيساوي واحد تحديدا فدي معادله اليبس تحديدا. فده بيقول لي حاجه ظريفه، بيقول لي ان الكونستانت لاينز او الكونستانت فانكشن لاينز او الكونتور لاينز دول الحقيقه اليبسز، مش مجرد شكل عامل كده بس تحديدا اليبسز. حلو، واحنا برضو في لينير الجبرا كنا اتكلمنا او كنا شفنا اثبتنا التالي ان اكس ترانسبوز اي اكس ايكوالز 1 دي معادله اليبس عامل كده مثلا. اتجاه الالونجيشن ده الماكسيمم الونجيشن هو ستيل اتجاه ايجن فيكتور للماتريكس A. وبالك ماتريكس A دي ان جنرال في الرياضه يعني مش لازم تكون كوفاريانس ماتريكس ولا حاجه، انا بقول ان الفورم ده ان جنرال لو دي كانت سيمتريك بوزيتيف ديفينيت ماتريكس فالايجن فيكتور بتاعها بيحدد اتجاه الماكسيمم الونجيشن، وده نفس الكلام. حلو، كنا برضو اثبتنا ان الحقيقه اطوال الاكسيز دول، طول الاكسس ده والاكسس ده بيساوي 1 على جذر لامدا، مثلا 1 على جذر لامدا 1 هنا مثلا و1 على جذر لامدا 2 هنا. خد بالك ده مختلف شويه عن اللي حصل في الكوفاريانس ماتريكس والبي سي اي. في البي سي اي كان الطول نفسه بيساوي او الفاريانس، طبعا كان بوينتس فده كان فاريانس، الفاريانس كان بيساوي اللامدا. هنا الطول ده بيتناسب مع
يعني بتناسب عكسيا مع اللامدا، واحد على جذر اللامدا. فهو شبه الكوفالنس مثلا، شبه البي سي اي بس مش بالظبط، يعني في شويه ايه فروق. الايجن فيكتورز كده كده هم اللي بيحددوا الدايركشن، بس الطول نفسه هنا بيتناسب عكسيا مع الايجن فاليو اوف الماتريكس دي، بينما الطول هناك كان بيتناسب مع طرديا مع او الفاريانس كان بيتناسب طرديا مع الايجن فاليو. طيب حلو، انا هكمل الكلام في الموضوع ده وهرجع للكوفالنس ماتريكس، هرجع للفورم ده وللمعادله دي دلوقتي. بس في سؤال بس مهم دلوقتي، انا قلت ان الراجل ده لازم يكون موجب. طيب مين قال ان لازم، يعني دول كده خد بالك دول رقم معين وبضربهم في نيجاتيف نص، مين قال ان الرقم ده دايما سالب وبالتالي لما اضربه في نيجاتيف نص يبقى دايما موجب؟ مين قال ان لين سي مهما كان اللي سي ناقص لين ده ناقص لين ده لازم يديني رقم نيجاتيف؟ الحقيقه الموضوع ده كده تسال سؤال بالعكس. الحقيقه ان انت لو اخترت قيمه لسي تتسبب في ان الراجل ده ما يبقاش نيجاتيف، هتكون المعادله ملهاش حل. يعني مثلا لو انا عندي جاوسيان ارتفاعه الماكسيمم مثلا 2 وانا عايز احل المعادله عند ارتفاع 10، عايز هات لي قيمه اكس اللي تخلي قيمه الفانكشن دي 10، هتلاقي مفيش حل وخلاص. فبالتالي لو انت اخترت قيمه للسي تسببت ان الرقم اللي يطلع هنا ده ما يبقاش بوزيتيف، معناها ان المعادله ملهاش حل، مش معناها ان اللي بقوله غلط. طيب اخر حاجه عايز اقولها في الفيديو ده، عايز اربط ما بين المعادله دي وبين اللي انا قلته تحت عن البوزيتيف ديفينيت ماتريسز وما بين اللي انا قلته في البي سي اي، عايز اربط كل الحاجات مكان بعض. طيب تعال بص كده، تعال تخيل ان انا بتكلم على قعدت اخترت قيمه معينه للسي وفي الاخر طلع لي معادله ان ده بيساوي 1، وتعال نفترض ان الميوز كانوا بزيرو، ان ان انا عندي ايه المين بزيرو عشان نسهل بس الدنيا شويه، بس الاخر ده مش فارق معايا في حاجه. طيب فساعتها عشان اجيب الكونتور لاينز لازم احل اكس ترانسبوز سيجما ماينس 1 اكس ايكوالز 1. حلو، الراجل ده هيديني من كلامي عن البوزيتيف ديفينيت ماتريسز هيديني اليبس في اتجاه معين، وانا عارف ان الدايركشن ده هو اتجاه ايجن فيكتور اوف الماتريكس A اللي هي سيجما ماينس 1 هنا، وده هو اتجاه عمودي عليه. طيب ده من كلامي عن البوزيتيف ديفينيت ماتريسز والكوادراتيك فورمز. من كلامي عن البي سي اي انا كده كده عارف ان الداتا بتاعتي سبريد في دايركشن معين، لو عندي شويه بوينتس كده فالداتا سبريد في دايركشن معين، وانا عارف ان طول الالونجيشن او مقدار الالونجيشن ده بيتناسب طرديا مع الايجن فاليوز اوف سيجما، يعني كل ما الايجن فاليو اوف سيجما بيزيد كل ما السبريد في دايركشن معين بيزيد، وعارف ان الدايركشنز دي هي اتجاهات الايجن فيكتورز اوف الماتريكس سيجما. طيب هل النتيجه اللي هتطلع لي من كلامي في البي سي اي منطقيه لو قارناها بالنتيجه اللي هتطلع لي من الكوادراتيك فورم ده؟ تعال نشوف. عشان تكون منطقيه لازم يكون اتجاه الماكسيمم الونجيشن هنا وهنا هو هو. هل ده متحقق؟ ده متحقق. ليه؟ لان السيجما دي الايجن فيكتورز اوف سيجما هي هم نفسهم الايجن فيكتورز اوف سيجما ماينس 1، وبالتالي الدايركشن ده هو نفس الدايركشن ده، مفيش اي مشكله كده، اول جزء اتحل. لازم برضو يكون الالونجيشن هنا بيتناسب مع طول الايجن فاليو اوف الكوفاريانس ماتريكس، ويكون تحت بيتناسب عكسيا مع الايجن فاليو اوف الانفرس بتاع الكوفاريانس ماتريكس. هل ده حقيقي؟ الحقيقه لان الحقيقه لامدا سيجما هو بيساوي 1 على لامدا سيجما ماينس 1، وبالتالي انا قلت ان الطول هنا طول هنا هنا بيتناسب بشكل عكسي مع 1 على جذر سيجما لامدا سيجما ماينس 1، وهنا بقول بيتناسب مع لامدا اوف سيجما، وبالتالي فعلا كل ما اللامدا سيجما يزيد ده هيزيد، وده منطقي هنا، وكل ما اللامدا سيجما يزيد كل ما واحد كل ما اللامدا سيجما ماينس 1 يقل، او خلينا نقول الكلام بشكل الطف شويه، يعني في الاخر انا عارف ان الفاريانس بيكورسبوند او بروبورشنال للسكويرد ديستانس، صح؟ الفاريانس اصلا عباره عن سكوير ديستانس، فالديستانس نفسها هتلاقيها بروبورشنال للستاندرد ديفيشن اللي هو جذر لامدا سيجما، فمن فوق الطول بيتناسب مع جذر لامدا سيجما، ومن تحت الطول بيتناسب مع 1 على جذر لامدا سيجما ماينس 1، وبالتالي هما فعلا ايه نفس طريقه التناسب، وبالتالي انا كده مبسوط. حاجه اخيره عايز اقولها قبل ما في الفيديو ده، تعال نبص اخر مره على المعادله دي. المعادله دي بتقول لي ان البوينتس اللي لها نفس الارتفاع او لها نفس قيمه البروبابيلتي دينستي فانكشن لازم تحقق المعادله دي. طيب لو بصيت على المعادله دي لو افتكرت شويه هتلاقي ان الترم ده عباره عن ايه،
الترم ده في الحقيقه هو السكويرد مهلانوبس ديستانس اللي كنا برضو عنها في النيورال نتوركس قبل كده. فانا بقول ان او كده وصلنا لان البوينتس اللي لها نفس الدنسيتي او البوينتس اكس وواي اللي لها نفس الارتفاع بتقع على ذا سيم مهلانوبس ديستانس فروم ذا مين فيكتور. خلاص يعني دلوقتي البوينت دي والبوينت دي لهم نفس المهلانوبس ديستانس من المين، ودي مش الاكليديان ديستانس، دي المهلانوبس ديستانس.